بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه الدعوة شروط وضوابط يجب أن تقوم عليها ومن أهمها يعني لدعوة هنا شروط نمنا يكاو يباسا منايو نيوان ركاو ألوناو هنا وصع الثالثة الدعوة إليه نوكي وصفة الدعوة يقول هداني

نعم يعني أن تتم مراعاة أحوال المدعوين يعني دو كابو إتمية إنما يقاو فنيل وانروا لكوا الدليل على هذه الشروط دليل نصاب شرط زينه قول الله تعالى عم نقول يزم سبحانه تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي

وقل هذه سبيلي المشار اليه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نساء زكاو زا ويو بانو لزجر صلى الله عليه وسلم من الشرع والشريعة الشريعه والسبيل هو الطريق ان السبيل يد انزي اي كاو تومي ادعو الى الله اين امير وجم يزمكو الداع الى الله هو المخلص يملك الى وجم يزمكو يريكا فانزي اخلاصي

دودونغا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر المطلوب صلى الله عليه وسلم والصحابة نيم الصحابة ياه والسلف الصالح نيم ودك دودونغا مع الصحابة هاي فقالا الله تعالى نيزم ورغوا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من التباني إذا لابد من الدعوة لابد دودونغا دني الدعوة إنما يكوا يلزم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك